أول مرة أجرب يا جماعة الحلاقة في مكان ميكس. حبيت التجربة بس يا رب يطلع حلو. أنا بس أعمل الأطراف بتاعت شعري. شايفين اللي حواليا؟ أدي واقف برا. عايزة بس الأطراف عندي ميتة، عايزة أجددها. يا سي ربنا يستر يا جماعه. اول مره اجرب المكان ده بس انا متفائله. انا من النوع اللي انا بحب اشوف فيديوهات المكان بسيط، وانا لما بحب اروح اقص شعري او اروح اعمل مساج ما بحبش الحاجات الفخمه قوي اللي فيها ديكور وفيها هيصه، لان الاسعار بتبقى عاليه جدا. بحب اللي هي الحاجات البسيطه اللي بيبقى صاحبتها بالدرهم موجوده في المكان، علشان بحس ان اسعار حلوه وبيبقوا شاطرين. والله شايفين حتى الاسعار مكتوبه هنا، فمفيش تلاعب بالاسعار. ودي حاجه كمان اللي انا باخد الرقم وببعت على الواتساب بسال الاسعار قبل ما اروح، بتكلم باللغه بتاعتهم عشان برضو ما يكتبوليش اسعار ثانيه، فببقى عارفه قبل ما اروح الاسعار. يلا بينا نشوف الهير كات بتاعتي هتبقى عامله ازاي. إيه هتصدقوني يا جماعه لو قلت لكم انا من الاشخاص اللي ما ببقاش مرتاحه جدا خالص في التصوير بره. يعني انا عندي ادي بيقول لي انت ازاي بتعملي ان انت تتصوري وسط الناس، وواحده بتعملي في شعرك وبتصوري نفسك وبتتكلمي، الناس مش فاهمه انت بتقولي ايه. انا ببقى مكسوفه، بس انا بقدر اطلع بره، بقدر اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي، لاني شايفه ان انا بعمله هنعمل بوز. اللي انا بعمله مش حاجه غلط ومش بتعدى على حدود حد، فايتس اوكي. بس انا مش مرتاحه وانا بتكلم وسط الناس، يعني انا مش مرتاحه والناس عماله تبص لي ومستغربين اللغه لان دي مش انجليزيه. بس عادي، يعني انا مش بتعدى حدودي على حد، فايتس اوكي. مستأذنه والدنيا تمام وبصور نفسي، ما فمش شايفه ان انا يعني انا يعني رسالتي اللي انا بقولها لكم اطلعوا بره الكونسرت واعملوا حاجه. اعملوا حاجه تطلعوا بره الكونفورت زون، لان دي بتساعدكم نفسيا وبتزود ثقتكم في نفسكم. ولما بتتحطوا في مواقف معينه المواقف اللي زي دي بتمرنكم ان انتوا تبقوا ريدي لمواقف انتوا مش معتادين عليها. فانتوا خدوها كتدريب كده بسيط ان انتوا تطلعوا بره دايره الراحه بتاعتكم، تعملوا حاجه جديده، حاجه غريبه، حاجه غير معتاده، بس مش حاجه يعني تبقى يعني عيب او غلط او كده. بس هتفيدكم كتير. دي من الحاجات اللي انا من الاشخاص اللي انا بتكسف كتير، بتكسف قوي. بس وانا صغيره كنت بتكسف جدا، يعني ما كنتش بعرف حتى اتنفس قدام الناس. بس لما كبرت حسيت ان انا مش لازم ابقى كده، لان ده بيأثر عليا وبيأثر. هقفل الموبايل عشان هي كمان تعرف تقص شعري كويس. جميله قوي، كل ما تقص حاجه توريني. انا بحب الناس دي جدا، هي بتتابع معايا اول باول وانا بقص شعري، مش تتعامل مع شعري من غير، مش تتعامل مع شعري كانه ملكها، لا تسالني في كل خطوه. انا بحترم قوي الناس دي. انا من الاشخاص لما بروح اعمل حاجه مش بس سيب نفسي للي قدامي يتصرف فيا، لا بتابع ده ليه وعشان ايه واللون ازاي والشعر ازاي، وبتكلم كتير جدا طول ما البروسيس شغاله، مش اللي هو بسيب له نفسي او بسيب لها نفسي تعمل ايه عايزاه وبعد كده ارجع اندم ان انا ايه ده خربت لي الدنيا، خربت لي شعري. فانا يعني قبل ما اسالها هي بتقول لي وريني، فدي حاجه حلوه. Gracias.
خلصنا التحقيق. موي بوكيتا. خلصنا الحلقة. صاري عشان مجدين لسه. رأيكم. أنا بس كنت عايزة أشيل الأطراف الميتة. بس يعني مش إبداع. ادي هنا مستنيني بالعربيه. شايفين عربيه قاعد هنا مستنيني. ادي جاي.